السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، نبدأ مع بعض إن شاء الله. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، نفس السعر هو بالنسبة لبنك مصر بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع. البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه للبيع. فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع ل 30.95 جنيه للبيع. كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. بالنسبة للبنك المركزي المصري فسجل 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه بالنسبة للبيع. أما عن سعر الدولار بالنسبة للسوق السوداء فسجل سعر الدولار اليوم ارتفاع ملحوظ، سجل 50.80 جنيه للشراء و 50.90 جنيه بالنسبة للبيع. وبالنسبة سجل يا جماعة 50.80 جنيه ما بين 50.80 جنيه إلى 50.90 جنيه ده للشراء، وبالنسبة للبيع سجل 51 جنيه إلى 51.10 جنيه بالنسبة للبيع. ده كان سعر الدولار اليوم بالنسبة للبنوك السوق السوداء. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.